تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم عبر جولة جديدة من داخل منظمة أيدي لا تمن للتوحد واضطرابات النمو. سعيدين اليوم نكون معهم، واليوم احتفالا باليوم العالمي، وسعيد كمان استضيف دكتور محمد عبد السلام مدير منظمة أيدي لا تمن. مرحبا بك دكتور. عليكم السلام والروح والبركة. أولا شكرا لكم في مشاركتكم لنا في اليوم العالمي للتوحد، ونرحب بكل المشاهدين. أهلا وسهلا، احنا طبعا على الهواء مباشرة، ودي الأطفال التوحد معانا بدو لنا البرنامج نكهة ذاته، يعني اننا على الهواء. يعني فالتوحد هو يعني ظاهرة، خلينا نقول احنا بنقدر نسميه مرض، وانما هو ظاهرة وعالميا بقت منتشرة بطريقة واسعة جدا. والحاجة الانترستنج فيها انه لحد الان الطب ما قدر يصل لسبب مباشر نقدر نقول إذا حصل كده بيجي توحد، بس الملاحظ إنه المعدل بتاعه زايد جدا. في حاجات متهمة بأنها ليها دور في زيادة الإصابة بالتوحد، من بين الإدمان بتاع الأطفال على التلفزيون والآيباد والموبايلات، وبالتالي ما عندهم مقدرة على التواصل مع الناس، لكن ما يعني ما في حاجة كونكريت أو ما في حاجة ثابتة إنه هو دل السبب. في السودان الموضوع يعاني من ضعف شديد جدا، إنه ما في الناس ما واعيين شديد للتوحد ومدى وجوده في السودان وكده. ده جزء من اهتمامات المنظمة توصل رسائل كمان لكل الأسر اللي يعني هم عندهم حالات مثلا، يعرفوها كيف طيب الحالات دي يا دكتور؟ عادة الطفل التوحدي هو أساسا من ناحية طبية إنه له علاقة بنمو المخ، فبيجي الطفل الحياة اللي بتحصل على الأطفال في المراحل بتاعت ما بعد الولادة الطبيعية، من الكلام والتفاعل مع والدته والتفاعل مع أخوان بيكون متأخر شوية. الطفل بالعكس بيكون شكله العام جميل جدا وشكله طبيعي، لكن لما نيجي مرحلة الكلام ما بيتكلم، ما بيعرف يتعامل أو يلعب مع الأطفال، ما عنده تواصل مع والدته، ما بيضحك كده. فمعظم الأسر بيعتبروا إنه يقول لك يا أخي ما زمان أخوه كان غطيت كده وما بيتكلم وما هناي، وما ما بينتبهوا لأنه ده قد يكون هو التوحد. فأهم حاجة في صفات التوحد إنه عدم المقدرة في التواصل والتفاعل مع الحوالين. يعني بعد ذلك بيكون في عند بعض الحالات وكثير منها مصاحبة وفرط في الحركة، يكون الطفل طوال ريسلس، يجر ويطلع هنا وينزل من هنا، برضه يقول لك ده زمان أبوه كان أروش كده وبيطلع وينزل. عشان كده وبعدين الناس زي في زي نكران كده إنه الطفل العاجب السمح ده يكون عنده إشكال في التوحد، عشان كده بيحاولوا ما يعترفوا انه في توحد. يعني نحن بندعو اي يعني طفل يفوت عمر مثلا 3 سنة وما يكون ينطق الكلمات او يتكلم، حق الناس يعتبروا الموضوع بطريقه سيريس ويعرضوه لجهه مختصه. يعني انتوا جاهزين انكم تقابلوا؟ تماما. طيب. احنا في منظمه ايدي لا تمل هنا، اساسا المنظمه دي هي مكوننها أسر أطفال التوحد، يعني المنظمة موجودة يعني أساسا هي من الأسر ديل، ومعظم الأسر اللي عندهم أطفال توحديين فيهم أطباء وفيهم صيادلة وفيهم ناس في الحقل الطبي والحقل يعني. فبالتالي أنا ما أقدر أقول بنقدم المساعدة، لكن بنهتم أتليست بطفل التوحد وحوجته، وبالتالي المنظمة خلال المركزين الموجودات هنا في الخرطوم بنستعين بخبراء من جمهورية مصر، أستاذ علاء شحاتة المركز بتاعه. طبعا المصريين سبقونا كثير جدا نحن في السودان في التعامل مع أطفال التوحد، لأنهم هم هناك العدد الكثير بتاعهم خلاهم يكونوا تخصصيين، فبيتعاملوا مع أطفال التوحد بطريقة متقدمة، فقدرنا نخليهم يجوا يتعاملوا معنا هنا ويقدموا لنا مساعدتهم في التدريب بتاع الاطفال وتدريب الامهات والاسر، وبيعملوا بنعمل ورش وحاجات زي دي انها توعي الناس اكثر بما هو التوحد وكده. يعني طيب نحن لما يجيكم طفل محتاجين نعرف انه
اول حاجه بتعملوها شنو يعني؟ مثلا لما يجيب الطفل مساوي اسره لما تيجي يعني بعد ذاك تدخلوه في البرامج الطوالي ولا كمان برضه في تدرج كمان؟ لا نحن عندنا اساتذه مختصين في التعامل مع اطفال التوحد من ناحيه سلوكيه ومن ناحيه فبيعمل له تغييم. التغييم ده بيحدد فيه الطفل التوحد هو درجات في طيف توحد، في درجات في النص، في درجات صعبه من التوحد، فبتقيم الطفل انه بيقع لي فيها مرحله من الحدود التوحد دي، وبالتالي اي مرحله عندها اسس او عندها طريقه تعامل معينه، وبيدرج في برنامج عندنا ثلاثه مجالات شغالين فيها: التخاطب والتكامل الحسي والسلوكيات او المهارات. فبياخذ الطفل، نحن شغالين بنظام الجلسات انه الطفل بيحتاج لتدخل وين في المجالات الثلاثة ديل، وبيشتغل عليه أساتذة متخصصين وخريجين سودانيين وبالتدريب المصري والإشراف بتاع الأساتذة المصريين ده تحت اسم المنظمة بتاعت أيدي لا تبل. طيب ندخل جوه ونشوف كمان البرامج اللي ممكن ياخدوها كمان الشباب يعني. تمام. الأطفال معانا كمان يعني هم يعني بيمارسوا حياتهم الطبيعية في المركز هنا، لأنه مركز بتاع تدريب. مهتمين بالشكل الشديد يا دكتور. كيف؟ أيوة. طفل التوحد عنده إشكال في تمييز الألوان والحاجات دي والأصوات، عشان كده معظم حاجاتنا بتلقى عندنا ألوان شاوتي كده، وبيكون في دي صور للأطفال اللي عندنا في المركز هنا، وفيه الناس مشوا بطريقة متقدمة جدا، يعني جونا ناس فرط حركة بطريقة رهيبة لدرجة أنك ما تقدر تقعدوا خمس دقائق في حتة. بالعمل معاه قدرنا نخليه يتزن، حتى أهله بيجوا يمشوا به مناسبات عامة، بيجوا يمشوا به مناسبات عامة، وبيجا يعني ما خجلانين منه، وده نحن دايرينه. يعني طفل التوحد ما هو الطفل اللي بيخجلوا منه، بالعكس الواحد بيكون يعني شاعر بأنه عنده حاجة داير يقدمها للناس، إنه عنده طفل توحدي. إنسانا لم نسمع نعمة بل قادرين على أن نسوي بنانا، يسأل أيانا يوم القيامة، فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الله عرف عليك. انا دكتوره هيفاء عمر محمد عبد الرحمن، الامين العام لمنظمه ايدي لا تمل للتوحد واضطرابات النمو، ام طفل اسمه محمد جلال عنده توحد. طيب كلمينا كمان برضه عن البرامج باعتبارك كمان انت الامين العام للمنظمه. اليوم نحن محتفلين باليوم العالمي للتوعيه بالتوحد، طبعا ما احتفال بالتوحد ذاته، هو احتفال عشان ننشر الوعي ونخلي المجتمع يساعدنا ويساعد اطفالنا ويتقبلهم، والتقبل هو خطوة كبيرة وأساس في كل العلاج والتقدم تاع الأطفال. أطفال التوحد أطفال مبدعين أذكياء جميلين، عندهم قدرة هائلة على عندهم ما عند التانين يعني، بس كيف يلقوا الدعم وكيف يلقوا التقبل من المجتمع وعشان يمشوا لقدام، ممكن بدل ما يبقوا معاقين يبقوا أطفال بيخدموا المجتمع يعني، فهو يعني ممكن نحولهم من طفل معاق لطفل منتج وطفل مفيد يعني. منظمة أمهات أطفال توحد، وانضموا لنا الآباء يعني، الفكرة كانت حقت أمهات من جروب بتاع واتساب، قلنا نعمل جسم يعني نشوف به وعايزين نفسنا شنو يعني نعمله لأطفالنا وما عملناه. فالحمد لله ده الليلة المحتفلين بافتتاح الفرع الثاني للمركز بتاع المنظمة، عندنا فرع في الطائف شارع السواحلي وده الفرع الثاني، والحمد لله يعني المنظمة حاليا تقدم الخدمة لأكثر من 300 طفل توحد،
وإن شاء الله يعني نقدر نصل كل أطفال التوحد في كل السودان، يعني ما نقتصر على الخرطوم بس. بالنسبة يعني إنه المراكز ما هي خدمتنا، خدمتنا إنه نحتضن كل أم خايفة وقلقانة من إنه طفلة ده حيكون شنو مستقبله شنو، نوري نحن كلنا مع بعض حنقدر نعبر بهم ونعمل منهم يعني إن شاء الله يعني أطفال يشار إليهم بالبنان إن شاء الله.